من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كثكث وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغزو بشرة يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال على بالكم اليوم راكم حاضرين معنا في حصة خاصة هذه الحصة راح نستمتعوا فيها بأجمل لقطات سنة 2015 منذ بداية حصة تبع عمو يزيد يوم 14 أفريل 2015 إلى 31 ديسمبر 2015 إذن راح نتحضروا معنا للبستوف يا أطفال راح نبدأ بالفقرة الأولى البستوف تاع الفقرة الأولى هي الأيام الدولية شوفوا معنا واش هما الأيام الدولية المهمة اللي خيرناهم لكم في هذه الفترة هذه نحتفل بعدة أيام مهمة عالمية أبركم باللي كاين 119 يوم عالمي نحتفل بهم كل يوم يرمز إلى شيء منهم مناسبة مهمة مهمة جدا اللي هي اليوم العالمي ضد استعباد الأطفال عبالكم باللي هذا اليوم نسبة إلى الطفل إقبال اللي توفى هو في سن 12 سنة لأنه كان يعمل في مصنع كان يعمل أعمال شاقة وهذاك الطفل باعوه والديه لأنه كان عندهم ديون باش تشوفوا يعني كاين أطفال ما همش سعداء في هذا العالم لهذا السبب رانا نحتفلوا بهذا اليوم حتى هاد الدراري يكونوا سعداء وفرحانين كما أنتم هل أنتم سعداء؟ هل أنتم سعداء؟ الله يبارك مام كوكورة وسعيد إذن كاين يوم مهم كذلك اليوم اللي هو يوم العلم هذا يوم العلم هذا نسبة لوفاة الشيخ العلامة عبد الحميد ابن باديس 16 أبريل يا فرحي بلقياك 16 أبريل يا فخري بذكراك باديس يا علامة كنت شمعة يا إمامة تحرق يدين الظلمة وتنور في الظلام وعيد شعب الأمة وادعيت للسلام من باديس يا علامة كنت شمعة يا إمامة تحرق يدين الظلمة وتنور في الظلام وعيد شعب الأمة وادعيت للسلام على بالكم يا أطفال باللي في هذه الفترة يوم 23 أفريل هو يوم عالمي يوم عالمي لماذا؟ للشيء نحبوه نحبوه جدا هو اليوم العالمي للكتاب الكتاب هو رفيقنا يا أخي هو اللي رفقنا في الدراسة نتاعنا منذ سنة 1995 وإحنا نحتفل بهذا اليوم هذا اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف ولا حقوق التأليف اللي تهمنا جدا جدا لأن الكتاب مهم مهم جدا اثنين في الصف اثنين الشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده يوم 30 أفريل يصادف يوم عالمي مهم 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 كما عودناكم في كل مرة نتكلموا على يوم عالمي يحتفلوا به عالميا هذه المرة عندنا اليوم العالمي ضد العنف التربوي دونك لا جورني مونديال بوغ لا نون فيولونس ايديوكاتيف حنا ماذا بينا اليوم نوجه نداء لكل المربيين اللي عنده علاقة مع التربية لازم يبعد على العنف لأنه العنف عمره ما ربى الأطفال ولكن نداء كذلك للأطفال تاني يكونوا عقلين يا أخي تكونوا عقلين تكونوا عقلين بنحب
بالصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي. بالحب الصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي. وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات. وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك دهشتي يا سعدي وفرحتي. يا أطفال أعبركم شهر جوان أنا نسميه كما يسموه كامل الناس شهر الطفولة. لماذا؟ لأنه فيه عدة أيام خاصة بالأطفال. دونك أول جوان هو اليوم العالمي للطفولة، ولكن كان يوم 4 جوان كذلك هو اليوم منذ سنة 1982 وهما يحتفلوا به باش يتفكروا العدوان ضد الأطفال الأبرياء في فلسطين ولبنان. إذن لما قامت الحرب كانوا الأطفال الأبرياء اللي كانوا يموتوا في هذاك الوقت وكامل. إذن الأمم المتحدة دارت هذا اليوم العالمي ضد العدوان على الأطفال الأبرياء. إذن يا أطفال شهر جوان مهم مهم جدا بالنسبة للطفل، وأنا نحبه شهر جوان لأننا يعطينا الوقت باش نشوفه الطفل، باش نشوفه الطفل واش يحب واش ما يحبش. وحتى الطفل مليح أنه في شهر جوان يعبر عن الأشياء اللي يحبها اللي ما يحبهاش وكامل. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي فلتحيا مدرستي. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي أشدو بها كأغنيتي، هي كنز المعرفة فلتحيا مدرستي فلتحيا مدرستي. فلتحيا مدرستي. اليوم يا أطفال في هذه الفترة هذه نحتفلوا بيوم مهم مهم جدا، هو اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال. على بالكم يا أطفال باللي في العالم كاين أطفال يعملوا تسيب في عمره 12 سنة 11 سنة كيما انتم هكذا، وتسيبوا يعمل ينوض الصباح يروح للمصنع يروح كاين. وحنا نتوقفوا في هذا اليوم هذا يوم 12 جوان باش ندوا للتنديد، باش نقولوا بلي الطفل لازم يروح يدرس، الطفل لازم يروح يلعب، الطفل لازم يمرح، لازم يعيش مراحل طفولته، والطفل ما لازمش يخدم. إذن يوم 12 جوان هو اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال. كاين يوم آخر تاني مهم جدا نهضروا عليه، يوم 15 جوان اللي هو اليوم العالمي للتبرع بالدم. معلمي للعلم أنت شددتني إلى العلا قدمتني، معلمي من كل جهل صنتني إلى المجد صحبتني، معلمي. اليوم يوم مهم جدا. على بالكم باللي الجزائر طيلة السنة هذه احتفلت بالذكرى الستينية لاندلاع ثورة التحرير، واليوم في هذه الفترة ونحن نحتفل بأول مغامرة. جدي لو تحكي جدي عن أرض مليون، عن اللي ماتوا على أرض ما نزعهم مهما يكون. بنتي يا مهما تعدي أكتر من مليون، اللي ماتوا على أرضي يرحم رب الكون. بنتي مهما تعدي أكتر من مليون، اللي ماتوا على أرضي يرحم رب الكون. بيست أوف هذا خيرنا لكم شخصية من فقرتكم شخصية اليوم، تابعوا معنا. مساء الخير يا أطفال. مساء
الشهيد العربي بن مهيدي. ولد الشهيد العربي بن مهيدي في عام 1923 بدوال كواهي بناحية عين مليلة التي كانت تابعة إقليميا لمحافظة قسنطينة، وهو الابن الثاني في ترتيب الأسرة التي تتكون من 3 بنات وولدين. دخل المدرسة الابتدائية الفرنسية بمسقط رأسه، وبعد سنة دراسية واحدة انتقل إلى باتنا لمواصلة التعليم الابتدائي، ولما تحصل على شهادة الابتدائية عاد لأسرته التي انتقلت إلى الأخرى إلى مدينة بسكرة، وفيها تابع محمد العربي دراسته وقبل في قسم الإعداد لالتحاق بمدرسة قسنطينة. في عام 1939 انضم لصفوف الكشافة الإسلامية ببسكرة. في عام 1942 انضم لصفوف حزب الشعب بمكان إقامته، حيث كان كثير الاهتمام بالشؤون السياسية والوطنية. في 8 ماي 1945، وكان من بين المعتقلين، ثم أفرج عنه بعد 3 أسابيع قضاها في الاستنطاق والتعذيب بمركز الشرطة عام 1947. كان من بين الشباب الأوائل الذين يلتحقوا بصفوف المنظمة الخاصة، حيث ما لبث أن أصبح من أبرز عناصر هذا التنظيم، وفي عام 1949 أصبح مسؤول الجناح العسكري. عين في سنة 1953 إلى 1954 مسؤول الدائرة الحزبية بوهران. وعند تكوين اللجنة الثورية للوحدة والعمل في مارس 1954 أصبح من بين عناصرها البارزين. عمل بالمنطقة الثانية غزوات ناحية لمسان الولاية الخامسة بمساعدة الشهيد بوصوف عبد الحافظ. عين بعد عضو بلجنة التنسيق والتنفيذ للثورة الجزائرية، القيادة العليا للثورة. قاد معركة الجزائر بداية سنة 1956 والنهاية 1957. اعتقل نهاية شهر فيفري 1957، واستشهد تحت التعذيب ليلة 3 إلى 4 من مارس 1957. رحم الله الشهيد. فقرتكم الجميلة تاني هي ألعاب الخفة يعني الساحر، دونك شوفوا هذه المقاطع اللي خيرناهم لكم. يعطيكم الصحة يا أطفال، توحشتكم بزاف بزاف بزاف. جبتكم هذه اللعبة اليوم تعتمد على الذكاء، على بالكم بلي ألعاب الخفة 100% هي الذكاء، بعيدة كل البعد على الشعوذة والعالم الآخر. متفاهمين؟ هذا واش من لون؟ وهذا أحمر، وهذا أصفر، وهذا أزرق. تبعوا معايا مليح، الأبيض مربوط مع أحمر، باينة هذه سهلة خلاص. بصح عندنا الأصفر مربوط مع أزرق، الأحمر بصح معليش مع الازرق، يعني عندكم الحق مع الازرق. بصح الحاجه اللي ما فهمتهاش انا، كيف الابيض يقدر يطلع الازرق هو كما قلنا غير مع الاحمر؟ والحاجه اللي دوختني انا، الازرق ثاني مربوط مع الاحمر، هو غير معه هذه
هنا لداخل. عطيت تصفيقه حاره، عطيت تصفيقه حاره. واش من سنه تقرا؟ ثالثه. يطلعوك السنه الثامنه ولا العاشره ولا ذكي بزاف هو، قال لكم باللي الاحمر مربوط مع الازرق هنا لداخل والابيض مع الازرق. انتم ثاني على بالكم يا اطفال؟ يا الله يبارك. الازرق جاي مع هذيك الخرجه منا، والابيض جاي مع الاخر. الله يبارك. ما نقول لك يا وليدي تنتقل السنه الاولى ابتدائي. اعطيه تصفيقه حاره على المحاوله. معليش نعطي لكم حاجه اليوم في فيزيبلمون سلا في دير هنا راح نهزو الخاتم تاعك يمشي. اليوم راح نجيبوه يمشي يطلع في كازيمون امبوسيبل حاجه تطلع في العقبه داكوغ. ومن بعد رايح نزيد ندير لك الخاتم انفيزيبل يروح. شوف ديري باغ ماجيك. هذه الباغ تاعك اسكو فيها انتخو بون. شوفوا مليح ما من خمزوش التليفون تاعك. اسكو نيلا هي عاديه، اسكو هذا نقدر نحطه هنا ولا لا؟ يدخل. كيفاش يدخل؟ ما يدخلش، مستحيل يدخل. بالله ماجي قرعة مغلوقة. يلا عمو فؤاد شوف عمو يزيد اختار لكم أجمل حكاية اللي عجبتكم، اللي هي كانت الحكمة تاعها إرضاء الناس غاية لا تدرك. إذا تابعوا معنا هذه الحكاية في البستوف. يا أطفال شكرا. راح اليوم نحكي لكم حكاية صاحب الطاحونة والحمار. كان واحد الرجل عنده مزرعة، عنده مزرعة وعايش معه وليده، وليدو صغير كيما نتوما هكذا، وعندهم حمار. هذاك الحمار كانوا يستعملوه باش يحرطوا، يستعملوه في الاشغال تاع كل يوم. ولكن كانوا ناس بسطاء وفقراء، جاهم الجفاف، جاهم الجفاف، وعاد ما كانش واش يحصدوا، ما كانش واش يجنيو، يعني كاع المحصول هذاك راح بالجفاف، يعني الجفاف ماهوش حاجه سهله. من بعد ما صابوش باش يوكلوا هذاك الحمار هذاك، يعني كانوا رجعوا فقراء بزاف. والوالد نتاعو قال لوليدو، قال له هذا الحمار لازم نروحو نبيعوه، لازم نروحو للسوق نبيعوه على الاقل ما يجوعش معانا، وحنا نستفادو بهذوك الدراهم ديالو بلا ما ربي يجيب الخير ان شاء الله. راحوا في الطريق هكذا، باباه يسوق في الحمار هذاك وابنه يمشي معاه، ويمشوا في الطريق، يمشوا مروا على واحد القريه هكذا رايحين للسوق. واش قاعدوا يقولوا الناس؟ قالوا كيفاش السخانه هذه كامله وهما قاعدين يمشوا في الارض والحمار يمشي فارغ، علاش ما يركبوش فوق الحمار؟ على الاقل الولد الصغير هذاك يركبوا في الحمار مع هذا الحر هذا قاعد فارغ هكذاك. سمحهم الشيخ هذاك. من بعد غير مشاو شويه احكم وليدو، هيا قال له طلع فوق الحمار ترى سخانه صح. قعدوا يمشوا. من بعد مروا على قريه اخرى، واش قالوا الناس؟ قالوا يا عجبه، شوف شيخ كبير يمشي على رجليه وطفل صغير راكب فوق الحمار،
علاش ما يركبش الشيخ الكبير خير؟ ومن بعد قعدوا يمشوا سمعهم هذاك الاب هذاك، من بعد قالوا انزل نطلع انا. نزل هذاك الطفل وطلع باباه فوق الحمار هذاك ويمشوا يمشوا يمشوا، من بعد مروا على قريه اخرى. كي مروا على القريه الاخرى واش قالوا الناس؟ شوفوا يا عجبه، شوفوا طفل صغير يمشي والاب الكبير زعما راكب فوق الحمار. اسمحهم هذاك الاب. من بعد كي سمعهم قعدوا يمشوا، من بعد جاتوا فكره، زاد ركبوا وليدو معاه، ركبوا في زوج فوق الحمار، يمشوا يمشوا يمشوا، مروا على هذه القريه. واش يقولوا الناس؟ يا عجبه هاد الناس هادو ما عندهم لا رحمه لا شفقه، في زوج راكبين فوق الحمار، مسكين هذاك الحمار هذاك. اذا عمو يزيد نستخلصوا من الحكايه ان ارضاء الناس غايه لا تدرك. برافو برافو برافو، تصفيقه 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 على بوبي. اذا ارضاء الناس غايه لا تدرك، ما تقدرش تردي كامل الناس. اذا الانسان لازم يمشي بعقله وبضميره، واش يقول له؟ عقله، وخاصه يمشي بالضمير نتاعو، لانه اذا اردت انك ترضي الناس فهي غايه لا تدرك. كذلك عمو يزيد راح يكتشف معكم تاني الذاكره نتاعكم ونخيروا اجمل لغز اللي حبيتوه انتم تاني. اذا تابعوا معنا لغز اليوم في البستوف. يتحرك دوما حولنا ولكننا لا نراه. مازال الجواب. يتحرك، اللي راكو طيبوا لهيك سمعتوا اللغز؟ حلي الثقة حلي الثقة باش تسمعيني، حلو الثقة. اللغز يقول يتحرك دائما حولنا ولكننا لا نراه. لازم تفكروا معنا يا أخي. يتحرك دائما حولنا ولكننا لا نراه. دوك نجي لعندك، اختار انت شاطرة على بالي باللي اوكي. قولي لي. الريح. الريح تقريبا. الهواء. الهواء الهواء الهواء. برافو. واش كنتي حابه تقولي نتيا؟ الهواء. الهواء. وانت تاني؟ الهواء. الهواء. او شاطرين بزاف انتوما، ما نقدرلكمش انا. لا لا بزاف عليا بزاف، كاع عرفتوا الهواء. وانت قلتي الريح ماهيش خطا، ممكن تكون صحيح، ولكن لان الريح ما يجيش دائما، ولكن الهواء دائما موجود. يا اطفال على بالكم باللي في كل حصة كاين أغنية جديدة. وش هي الأغنية اللي عجبتكم يا أطفال؟ من حق الطفولة. من حق الطفولة صحة علم حب وحنان. إذن يا أطفال تابعوا معنا هذه الأغنية الجميلة هذه، من حق الطفولة صحة علم حب وحنان في البستوف. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. توفير الأمن والأمان عند الأزمة وعند الحرب، ونعاملهم بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل كذا، علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. يا أطفال الحكمة.
لحقنا لواحد الفقرة اللي أنا حبيتها بزاف، كانوا فيها واحد المقاطع طريفة طريفة طريفة، سيتي فريمون شيء جميل جميل جدا، وهو الطرائف يعني لو بيتيزي كما يقولوا. راح نشاهدوا مع بعض الطرائف اللي وقعوا لنا في اثناء التصوير وكامل، وراح يعجبكم بزاف بزاف لانه كانت طرائف مضحكه مضحكه ومثيره. يلا تابعوا معنا هذا لو بيتيزي هذا بيست اوف. انا بيبي انا بيبي انا بيبي قول سينا. يلا هاي بنتي سلمي عليا، مبروك عليك، هاي صحابتها كاع سلموا عليها. يلا 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 يلا، هذا تورناج مراناش برا كاع، هذا الشيء هذا كاع يخرج في الكاميرا، فهمت؟ اروحي. واسمك بنتي؟ هنادي. ها هنادي. اسمك شباب من بيروكي وحاب يصوتي عليك. لا لا ما تخافيش عمو يزيد هنا. إذن 11 طفيتها، عطونا البريكي. ها هاك مزروب هبل عقل. ان شاء الله خلاص ما حبش يخلصوا، حاب يديهم باطل. اسمها كومو كوموندهم ومن بعد. معليش 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 معليش، او حب معليش. تحبوا العصافير؟ تحبي العصافير؟ قولي لي تحبي العصافير؟ سلفولك اسنا نقولوا لعمو يعطي هنا. هيا عمو فوالا، هبط عمو باش نقدر ندوه فوالا. هاوليك العصفور تحبي يجي لعندي، تحبي العصافير؟ هيا. علاش ما كنتوش تسفخوا انتوما زوج؟ اش بيكم؟ تاك تسفق بصبعتك انت 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 يا سي. من جيت؟ ولاد صحاولة عقلي نورمالمون، ولاد صحاولة صحابنا. قول وانت علاش ما تزفقش؟ عجبتك شي اغنية؟ بشفى عليك بشفى عليك بشفى عليك. هو اللي ماهوش يصفق على بالي على تحب هذا قال لي هذا يا مريض. لا لا معليش بشفى عليك بشفى عليك. وي لا لا وريت تشوف؟ راك سخون شويه بشفى عليك. الثعلب يغني ويدور بالشجره فرحان في الصباح، قال له واش بيك فرحان هكذا؟ قال له زاد عندي مزيود. قال له مبروك عليك وكذا في الصباح الباكر. في الصباح الباكر اوكي سي بون. اربعه ثلاثه زوج واحد. مساء الخير يا اطفال. ولد في 19 جونفي 1919 في بلدية فريقات بالقرب من ديرة الميزان تيزي وزو. أشكون هو هذا؟ سموه راه مكتوب الفوق قولوا لنا. بابا هي الزهراء أم الأجنح. وش وش ده؟ وحده؟ مش حاجة خوفته معلش. كان واحد نهار واحد الراجل كان يخدم في اللافئة، ومن بعد كان حاب يشوف وكان يقدر يحلب عود. غير راح لتحت العود، العود طلعت الزعقة تاعها، وش دارت هي؟ صاي نقدر نقول واحد اخر. قول واحد اخر ثاني. ما عندكش وحده شويه قبيحه على هذه دو عمو يزيد؟ عمو يزيد نستخلص من هذه الحكايه ان لا يجب ان نترك ما بين ايدينا ونبحث عن شيء آخر غيره. يا أطفال درك الحقنا الركن اللي أنا نحبه هو ركن اللغز. رايح نطرح عليكم لغز عليكم وعلى
معلش وقفوا برك ارفد ارفد عليك معلش مزيان راح نكملوا انك بشي انت يا مشي بتبلطة اثمين وزنطة انت واحد لقون كيمتي ملكون خاطر مقون ياكل ياكل حشيش كيشوف العيد يفعلي ياي غاد الموت اديت عليا تتغني واسمك ميسامسي واسمك ميسامسي ايه نسكن في دانا تجوي وين تسكني نانا تجوي وين تسكن نانا تجوي في الدار تاع لي جوي هذيك نعطوها لك تديها معك ولا عندك واحد اخرى عندي واحد اخرى في دانا بيضا اسنا تشوف واش تقولي لنا انايس جو سي با Tu sais pas? Okay. والان يا اطفال واش رايكم نروحوا نشوفوا لقطات من اعياد الميلاد على بالي بنتوما الاطفال تحبوا اعياد الميلاد دونك يلا معنا نشوفوا هذه اللقطات هذه وانا نقول لكم ابقوا معنا على الشروق تي في يوم الثلاثاء المقبل على 5 تاع العشيه استنوني يا اطفال نحبكم عيد ميلادك أحلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد وقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد وقول لك عيد ميلاد سعيد صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو برافو دونك اون فافير لو ديكونت هيا دركا نديرو العد التنازلي يلا 8 7 6 5 4 3 2 1 طفي الشمعة برافو 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 إذن ريان كل عام وانت بخير ان شاء الله قبل 100 عام انا على هذه الانغام ما بقى لي الا نقول لكم استنونا في الاسبوع المقبل في نفس التوقيت وبقوا على خير تهلاو في روحتكم يلا يا اطفال لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد
لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا فنعود فانتظرونا في موعد جديد.